الناس تجمع في مقام واحد يوم القيامة إلا حافظ القرآن، مع الملائكة، مع السفر الكرام البررة، كل الناس يفرون من بعضهم يوم القيامة إلا حافظ القرآن يبحث عن والديه ليلبسهم تاج الوقار. لا يكتفي القرآن بإيصالك للجنة، بل لا يزال معك فيها، تقرأه حتى تصل لأعلى درجاتها. اقرأ وارتقي ورتل. لو علم المقصر مع القرآن ما الذي ينتظره من نعيم حين يشرع في التلاوة، ما تردد والله لحظة. هنيئا لصاحب القرآن الذي يتلوه في حلقته ومنزله وطريقه وجامعته وعمله وفي شأنه كله، يتنعم بحروفه وجمال هدايته، يعيش الناس في منعطف تغمره الكآبة والحزن، وصاحب القرآن يطير في آفاق الراحة والسكون والانشراح، فلا تجتمع علامات السعادة إلا في حامل القرآن. ما سكن القرآن قلبا إلا قواه ونقاه وثبته.